فرحانه بزاف حيت اليوم نحتفل بالعقيقه ديال بنتي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه انا راه مدهشره بزاف حيت مولفين حنا في دارنا كنديروا احتفالات بسيطه، داكشي عادي في السطح ولا في الدار ولا المهم داكشي بسيط فريمون بسيط. دابا راه انا مبرصطه مع خوتي حيت باقي ما بلبسوش، باقي ما داروا والو، ماما كتحشم، خوتي مرونين، المهم اسمحوا لنا وصافي وما ديوش على الهضره اللي كتقال ولا كتخرج دابا راه حيت راه غير روينه. راه بصح هاد الاضواء شويه كيبرزطوا. بغينا نعرفوا شنو غيرت لك الامور؟ كلشي والله في راسك اختي. انا بعض المرات كنبقى نشوف في راسي كنسى، ما كنقدرش نتفكر راسي كيفاش كنت قبل، ما كاينش شي تفاصيل ما بقيتش عاقله عليهم. نهار جات فنا داس من حدايا جبدوها بحال هكا مكرشي وداس من حدايا، تما كان هذاك هو الشونجمون راديكال. ديما كنشوفوا نرجس ضاحكه وايجابيه، حتى واحد النهار لقينا في واحد الفيديو هي كتبكي ومنهاره، فمن نسيتش على هذا الفيديو؟ شوفي بحالي بحال الناس كاملين، كنا كنهارو، كنا كنضعفو، كنا كنتهورو، كنا كنفشلو، كنا كنضحكو، هادي هي الحياة. أنا إنسان بحالي بحال أي إنسان آخر، وأنا جو سوي تخي سونسيبل، والناس اللي قرابين مني ولا الناس اللي متبعيني عارفين أنا بصح سونسيبل بزاف. يمكن كون كنت بقيت شوية الوقت فكرت ما كنتش غنبكي، يمكن ما كنتش غنقول شي حاجات، ولكن هذاك الشيء راه جا بحال هكاك وصافي. ما عندي ما ندير. باقي كاين واحد التواصل بينك وبين الاب ديال الابنه ديالك؟ طبعا طبعا كاين تواصل كبير بيني وبين مهدي، حيت كيبقى الاب ديال بنتي وكنحترمو بزاف وكيحترمني بزاف، وكنعيط له باش يشوفها. كانت دابا بعيده، كانت في العرايش، يلاه جات البارح، ولكن راه غيشوفها غدا ولا يشوفها بعد غدا. زعما هذه شي حاجه من الواجب عليا انني نوريه بنته ويشوفها، من الواجب عليه يشوفها، وفنا من حقها انها تشوفه. وفنا راه ماشي وسيله للحرب ولا لا، بالعكس فنا كيان يستحق اب وام. دونك هي عندها اب زوين خاصها تستمتع بهذاك الاب زوين، عندها ام زوينه. بنتي كتبكي عرفتي كنسمعها كتبكي راه قلبي كي. بالنسبه لك انت واش ممكن انك تجمعك اعمال اخرى؟ ديجا جامعك بالسيمادي، ولكن دابا واش ممكن انك تجمعك اعمال من بعد؟ طبعا هذاك الكوتي فنا كتبكي كنترون، سمحوا لي، هذاك الكوتي بروفيسيونيل كيبقى كوتي بروفيسيونيل. مهدي فنان وممثل واعر، انا بعدا من لي فان ديالو ابار كلشي. والميزه ديالو هو انه واحد الشخص بروفيسيونيل، لا هو لا الحاج حسن، كلشي بروفيسيونيل، وانا كذلك انسانه بروفيسيونيل. دائما في الخدمه كتحيد هذاك الشيء الشخصي، راه الشخصي راه ما كاينش حرب بعدا باش تكونوا عارفين، ما كاينش الحرب والسيوف وداك الشيء، بالعكس كنتلاقاو ونسلموا على بعضياتنا عادي. فما بالك في الكوتي بروفيسيونيل راه كيكونوا جوج ممثلين ماشي جوج اشخاص اللي كانوا في علاقه ولا اللي عندهم مشاكل. خصني نمشي، عافاكم، سمحوا لي بنتي، راه الامهات يفهموني. شكرا لك.